السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل خروف قمر كده من الإزازة الجميلة دي. أول حاجة أنا جبت الإزازة وقطعتها كده من النص، والجزء اللي أنا قطعته ده هسويه كويس عشان يبقى ثابت، أحط عليه شمع، وبعد كده أغطي الجزء اللي أنا قطعته دوت بورق فوم أسود. بعد كده هساوي ورق الفوم وأقص الزيادة. بعد كده أنا عشان المناديل ما كانتش كفاية عندي، فاستخدمت معاها المناديل، خدت كده طبقة من المناديل وعملتها زي كورة صغيرة كده في ايدي. بعد كده اخد قطعة من القطن وهفردها كويس وهدخل المنديل جوه القطن. بعد كده هغطي القطن فوق المنديل والزقه بحتة شمع صغيرة كده برضو عشان ما يطلعش من جوه. عملت منها كمية كبيرة. بعد كده هبدأ ان انا اوزعها واغطي بيها الازازة بتاعتي من فوق. بعد كده قبل ما انا غطيت بس الجزء اللي فوق، هعمل بس المكان اللي احط فيه الرجلين بتاعت الخروف، اعمل فتحة صغيرة كده بالمقص، اعمل 4 فتحات، الاربعة يكونوا قصاد بعض. بعد كده جبت مشبكين وفتحتهم وخدت كل جزء لوحده كده، وهبدأ ان انا احطه فين في الاماكن اللي انا قصتها وحددتها. هنا المكان كان ضيق شوية، فحاولت ان انا اوسعها تاني بالمقص. او طبعا الفيديو ده قديم، بس انا حبيت ان انا اوريه لكم تاني بمناسبة عيد الاضحى. كده انا عملت ال4 رجول بتاعتي. طبعا مش هسيبها كده، جبت قطعة من الفوم الاسود وهبدأ ان انا اغطي الرجل بيها. بعد كده هشيل الحتة الزيادة. عملت ال4 رجول بنفس الطريقة. بعد كده هكمل واحط القطن بتاعي اغطي بيه بقى بقية الازازة كلها. كده انا خلصت الازازه بتاعتي كلها وغطيتها بالقطن اللي انا عملته. بعد كده انا قصيت من ورق الفوم الاسود الوش بتاع الخروف، وكان عندي العيون دي فلزقتها عليه. بعد كده اي ورقه من الفوم الابيض او الفضي زي ما تحبي هعمل بيها الشعر اللي بيبقى موجود، الفرو اللي السور اللي بيبقى موجود على راس الخروف. بعد ما قصيت الفرو اللي على راس الخروف هلزقه. بعد كده احط على الوش اللي انا عملته ده شمع كتير بحيث ان هو يبقى لازق كويس. بعد كده هبدأ ان انا الزقها. بس كده خلاص، هي الفكرة خلصت. الفكرة سهلة جدا، مش مكلفة وما خدتش مني وقت. يا رب الفكرة دي تكون عجبتكم وتكون سهلة بالنسبة لكم. لو بتزوروني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس، اهم حاجة عشان يوصلكم كل الاشعارات وتشوفوا كل جديد. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.